رصد فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع مظاهر الحياة والبهجة على أراضي سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز. رصد الفيديو حال الأسواق والمحال وتردد المواطنين على الأماكن العامة بكل حرية وأمن وسلام. ها هي مدن محافظة شمال سيناء، قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة، وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة: تنمية زراعية، تنمية صناعية وتعدينية، تنمية ودي المهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية، حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش. ميناء العريش طور تطوير شامل لخدمة أهالي شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها، اللي هي في الشمال في 3 مواني وفي الجنوب 3 مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا. قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور الميناء بشكل قوي جدا. بناء على توجيهات الدولة ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء وللجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد ميناء على البحر الأبيض المتوسط. ميناء العريش ليها مميزات بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر إن شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء. هذه ملحمة الانتصار، مرحمة العبور، مرحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا إنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا، وكل الناس فيها بخير، والوضع الأمني فيها كويس جدا، ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد بمدينة العريش أحد نماذجها. احنا النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش وبيتميز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا جامعة سيناء. المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وأيضا رفح حوالي 621 عمارة سكنية في رفح الجديدة، وأيضا المنازل البدوية برضو جهاز تعمير سيناء لنا شرف العمل في المنازل البدوية، لأن طبعا حضرتك عارف الثقافة البدوية والثقافة السيناوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية. المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية. المحطة دي مبدئياً بتنتج 100,000 متر في المكعب في اليوم مياه، وهي قبل التوسع تبقى 300,000. طبعاً بعد التوسعات دي هتبقى طبعاً أكبر محطة يمكن في الشرق الأوسط يعني، ودي حالة مشكلة كبيرة هنا بالعريش، لأن طبعاً العريش من زمان عارفين فيها مشكلة مياه، يعني مياه ماسكة بتيجي ماكسيموم من يومين في الأسبوع. وعلى مستوى التعليم شهدت مدن المحافظة افتتاح العديد من المدارس، خاصة
بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. بالفعل عدد المدارس بيزداد. إحنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات، إحنا بدأنا بمدرسة واحدة، إحنا النهاردة عندنا 10 مدارس من هذه النوعية، وحرص وإصرار الدولة ووزارة التربية والتعليم على توفير كافة أنواع التعليم في المحافظة. المدرسة كويسة والله رفع رأسنا وبتعلمنا كويس، والصراحة أنا فخور إن أنا في المدرسة دي. يعني بيعملونا حلو وما شاء الله على مدرسينا بيشرحوا لنا كل حاجة. بنقدم المنهج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هم تقدر توصل ليهم. المدرسة مهتمية بينا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس، بيدونا موسيقى بيدونا رسم بيعلمونا على الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، ما فيش أي مشاكل من أي نوع. يعني ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده، وعرض المواد التعليمية عليها. وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير، حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. طبعا في حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام، والحمد لله احنا قد المسؤولية بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة. لكن إنشاء كلية الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا، هتبقى أفضل كتير يعني إن شاء الله. لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى اللي ما شاء الله يعني بآجي كل يعني الحمد لله دكاترة حرام كله يعني مستوى يعني فرقت بين الأول والحين بصراحة كله الحمد لله زي العسل. وهكذا عادت الحياة إلى مدن محافظة شمال سيناء آمنة مطمئنة. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا وبقينا زي كل المحافظات. الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص، والأمن والأمان أحسن من الأول كمان. يعني كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل، علشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. الوضع الأمن 100% وفيش أي حاجة، احنا في وضع أحسن كتير من سنة فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروز، أرض المعادن والكنوز. سيناء منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن. وعد هنصنها بحياتنا جوه قلبنا وفي عينينا، عهد من جيلنا وكلمة والتزام واجب علينا، وانت ماشي في سيناء تفتكر مات فيها مين، وانت ماشي في سيناء ادعي واحنا وياك